مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في موقع لالا بلوس ومع ميكرو لالا بلوس. خرجنا شوارع مدينة الدار البيضاء نسولوا المغاربة شنو المشروع اللي كيتمناو يديروه في الدار البيضاء أو في مدن المغربية إلا عطيناهم الفلوس، شنو المشروع اللي كيفكروا أنهم يحققوه هنا واللي فيه رباح؟ نشوفوا الأجوبة ديالهم. لنفرض عندك الفلوس، عطاوك الفلوس، شنو المشروع اللي في بالك تبغي ديرو تربح منه الفلوس؟ البروجي الحالي اللي كيبان لي خدام في المغرب هو الرقية الرقية هذا ما كاين مغرقي الشرعيه بحالاش قول لينا انت غتقول لي انا لو كان عندي فلوس غادي نسوي هذه الوضعيه بعدا ديال هاد الناس هاد دير مشروع شي حاجه داكشي طبي كتاع الصحه ونعطي من عندي مجانا لو عندي انا شي بيه شراك اللي كاين نديرو شنو مثلا شي مشروع في بالك نشري ندير كلشي اللي كاين فاش تبيع وتشري الحوايج بغيت ندير شي امنيه ديالي شي مطبعه تواب وداكشي بان انا خدام في هادشي خدام في التواب فتبغي تبيع وتشري في التوابات فيها ربحت الفلوس شويه الله يجعل البركه الحمد لله شحال خصك الفلوس مثلا باش دير هذا المشروع الله بشويه شحال قول لي هو تقريبا ما بين 4-5 مليون 5 مليون صافي باش دير المشروع ايه باش دير محل ودير انا ماشي من هنا انا وظم دوك هاد السيد خصو غير 4 ولا 5 مليون باش يدير المشروع ديال التوابات في المعان في لي جوي في كلشي اللي كاين تبيع وتشري المهم ما عندكش مشكل تبيع ونشري ما كاين حتى شي مشكل شي حاجه كتربح من غير رقيه صال ديال فيتنس ما انت كتربح هاد القضيه في المغرب خدام هاد القضيه كلشي دابا بغى يتهلا في الفورمه ديالو اللي تمشي بحال خصك باش دير هاد البروجي مثلا البروجي على حسب الماتيريال اللي غادي خص سالير اللي كنت غادي بماتيريال ديال ميسكيلاسيون وما بحال هكا راه خصك واحد 100 مليون الفوق بحال هكا 100 مليون باش دير لاصال دو سبور بحال هكا نمشي ديال الاتات الاتات؟ علاش الاتات بالضبط؟ فيه الفلوس شحال خصك باش دير هذا المشروع؟ هو خصني شي 4-6 ملايين ولا 7 ولا 6 ملايين باش تبدا لو عندي شي حاجه متوفر عليا بالله وليداتي تنعطيه بالله بحال هاد السيد اللي محتاج السكانير وغيعطيهم واحد 4 اشهر غنجيبو هاد السيد من عندي ونخلص لي 1200 درهم وما تهمنيش ويمشي يقضي الغرض هذاك المريض اذا المشروع طبي 100% وترجع تعاوننا نعم واخا انا موظف فيه ما مقتنعش حيت انا محدود ما عنديش شي سلطه كبيره اللي غادي نقدر نفد بها هاد المواطن او نساعدو انا محدود بحد ذاتي عاطيني واحد الباريم تاع اللعب اللي ما نقدرش نفوت شي مطبعه تكون فيها الابتكار لهذا الجيل الجديد باش يعرف حق البلاد ويكون ياخذ احساس بها ماشي يبقى غادي نعطى في شكل تشجع الكتب يعني من الشباب اللي يقراوا الكتب ولا انتوني هكا انت مطبعه تكون تطبع انتوني فيها الدرابو ديال البلاد ان انا في المكان الزعيني ما كنلقاش شي واحد دير شي درابو ديال البلاد كنلقى البليسيتي ديال برا امريكان ها فرنسا ها هذا انا باغي ندير شي حاجه تكون مغربيه في القلب ديال الانسان دير داك الشيء على الحوايج شي بليسيتي تكون ديكوري في الحوايج او شي تحفه تكون غتربحك الفلوس هاد القضيه ماشي غتربحني ولكن غتربح الناس اللي غادي يشاهدوها هما اللي غيربحوني انت باغي تخدم البلاد اكثر ما تشد الفلوس اكثر ما تشد الفلوس تبارك الله عليك يا ربي امين